قالت لي وحده: بالله يا ابراهيم، علاش ما تعايرش انت دوك اللي عايرك؟ بالله يا العدو، انا براسي معيور. كان شتي انا كي داروا لي بحال الهيضر، سلخوني ونتفوني. دويت انا كاع العيالات يشكيوية. تعرف علاش يشكيوية؟ نهار اللي دخلت بديك الجيب الحمراء، كاين اللي طلقت، كاين اللي تفلقت، كاين اللي دارت الاجهاض، كاين اللي قال لها هذاك من العائله ديالك غادي نطلقك. يعني رونت العيالات، دويت يشكيوية. مين انت خيتي يا العدوه؟ علاه انا بقى لي فان عاير؟ انا تعريت قدام الله وقدام العبد، يعني ما بقى لي ما نزيد الغالب الله وعلى شرفي. والله الا نموت عليه. مابقاش ما نعاير، وهاد ولاد اليوم وهاد المعيار اللي يديروهم. مين انت خيتي؟ ما نعرف فين قارين عليه شي معيور يقول لك امك ويزيد لك واحد الحاجه واحده اخرى. مين انت خيتي؟ بصح حضرك رمضان، لا سب لا حتى شي حاجه، القران ونصوم رمضان. غدا رمضان، رمضان الله. احنا عرفنا كاين الله، علاش معيطين لينا نتوما؟ واجو راني مشتت وفي مضروب وفي رجلي. قلت لك زعما هنا بلاصه 11 بعيد صغير. واسي محمد من كدوي ومن فمي وفي جا وجا في وجهي. سي محمد راك ندوي على الحديده، الحديده في جهه شتو الشانطي؟ اييه كاين وسط واحد الخط ابيض، انا راه فوق الخط ابيض. سي محمد ركز معايا، كاين واش كاين شي اماره باينه نجو ليها؟ كاينه شجره. حبي صباح الخير عليكم، اليوم جيتكم بالزي المغربي. ها جلاب ها، اليوم راه واقع لي بحال صحاب الشراب. صحاب الشراب من قرب رمضان يقطعوا ب40 يوم ولا 60 يوم. ها حتى حنايا درك كلشي غادي نطلعوا الجلاب، لا رجال ولا عيالات، اللي يدير اللحيه اللي يدير الحجاب، كلشي نوليو للدين. ها حتى ابراهيم ها الجلاب. ها واش تحسبوا مع الناس الزي المغربي؟ ها الجلاب باش نصليو. كم كي صبحتوا لاباس العيالات؟ اليوم بدات المدرسه. اوف كي راحه من يكونوا الدراري في المدرسه. ها كي دايرين؟ مبروك العواشر. حنا غدا يبدا عندنا رمضان، قالوا غدا الثلاثاء يبدا رمضان هنايا في اسبانيا. ومبروك عليكم رمضان كلشي الدول العربيه. كنبغي يكون موت عليكم. ها البنيه وصلتها للمدرسه، يلا جيت نفطر. اليوم عاد نخدم في خاطري 15 يوم ما خلاتني ندير حتى شي حاجه. باز العيالات اللي عندها 4 5 6 يحسن عاونهم ساكن. انا غا وحده وشي مره ما تخليني ندير حتى شي حاجه، بصح كنبغيها نموت عليها. كنموت عليكم. وكي صبحتوا وغدا نشوفوا، غدا نتحزموا، غدا نتحزموا رمضان. واش فيكم شي جهد ولا متقاتلي غا مع الشباكيات؟ اليوم كان لا اغاني لا حتى شي حاجه، هذاك رمضان غادي نبقاو غير القران وكل شيء. ندخلوا للدين. نديروا التحرميات مع ربي. السكايري يولي حدث الكفايه فيه يفقه.